كرام، نرحب بالشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح، نعزيك بهذا المصاب الجلل. الشيخ عبد الله، يعني بالفعل هي أمر تفاجأ به الجميع، ما يحدث في أرض الإنسانية، أرض الخير، أرض الكويت، من فلة من المجرمين. هذا بداية، ما هي كلمتك يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أوجه يعني التعازي لأهل الشهداء وأبارك لهم باستشهاد أبنائهم البررة وهم صيام في شهر الخير وأثناء أداة الصلاة في أحد بيوت الله. و أدعو المولى العلي القدير أن يشفي مصاب يعني كل من أصيب بهذه الجريمة النكراء. هذه الجريمة ما أستطيع أن أطلق عليها إلا وصف الجبن الذي اعتدنا أن يبدر من مثل هذه الجماعات التي لا تستطيع أن تقارع أحد بالحجة وبالمنطق، فتستغل الأساليب الضعيفة والجبانة التي رأيناها اليوم. ولكن يعني ما يفرحنا جميعا في أرض الإنسانية ودار صباح الأحمد هو التفاف كل مكونات المجتمع بكل أطيافه وجنسياته حول الإدانة لهذه الجريمة النكراء، وهذا ما يعزز إيماننا بالله عز وجل ويؤكد لنا بأن الكويت محفوظة من الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه العمليات لا تستطيع أن ينتج عنها إلا المزيد من الوحدة والتآلف والتعاضد. الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح، يعني المحظور وقع، ما هي الإجراءات التي سوف تتخذها أو سوف يتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن؟ احنا كان عندنا اجتماع استثنائي دعا له سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء، عقد الساعة الرابعة اليوم بعد قيام سموه بزيارة بعض المصابين في المستشفى الأميري وكذلك موقع التفجير الدنيء، حيث اطلعنا على المعلومات الأولية اللي توفرت لدى الجهاز الأمني، كما اطلعنا كذلك على ما توفرت من معلومات لدى الجهاز الطبي في وزارة الصحة، واطلعنا كذلك معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استعداداتهم لتشييع الشهداء وما سيقومون به بعد ذلك، كما تحدثنا عن ضرورة تفعيل خطط أمنية محكمة لتفادي وقوع مثل هذه الأعمال، مع التأكيد بأن هذه الأعمال وللأسف تقع في شتى بلدان العالم ويصعب على الجهات الأمنية يعني منعها، لكن من واجب الجهات الأمنية وعلى المواطنين جميعا أن يكونوا حذرين ومستعدين لإبلاغ الجهات الأمنية عن أي قضية أو عملية يرون بأنها يعني ممكن أن يكون لها انعكاس سلبي على الأمن. فأجهزة الأمن على استعداد لتلقي أي بلاغ أو شك، لأن من واجبنا أن يكون كل مواطن خفير، فهذا ما دعينا كذلك في بياننا اليوم. في دائما الحوادث تصاحبها يعني الشيخ محمد إشاعات، تكثر الإشاعات، يعني ما نصيحتك خاصة لمواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بما يتعلق بالإشاعة في هذا الوقت الجميع حذر فيه؟
شوف أنا سعيد على السؤال هذا لأن بالفعل يعني وأنا معاكم الآن يمكن ترون بأن ماسك جستي وقاعد طالعها لأني قاعد أراقب شنو قاعد يظهر من معلومات، البعض منها غير دقيق والبعض منها يجانب الصواب والقليل منها يكون مصدره صحيح ولكن قد يكون في زيادة يعني شيء ما. فأتمنى على الجميع يعني وأنا أعلم لأن أنا حالي من حال المشاهدين، أنا مواطن حالي من حالكم لا. وأرغب بالمعلومة وخايف على أهلي. كيف يستطيع المواطن الحصول على المعلومة؟ أنا أقول لكم هذا اللي بقوله، أن يعني عليكم الالتفات إلى القنوات الرسمية سواء كونا أو تلفزيون الكويت، وأنا أشكر التلفزيونات الخاصة التي انضمت في إرسالها إليكم لكي نوحد طاقاتنا الإعلامية وننشر البيانات الصحيحة يعني كافة المقيمين والمواطنين، ويعني تسعى الحكومة بشكل جاد بتوفير كل البيانات المتوفرة لديها. يعني للأسف وأنا داخل عليكم قبل شوي أو وأنا داخل عليكم الآن وردتنا معلومة بأن للأسف زادت أعداد الشهداء. حتى هذه طبعا كانت هناك مقابلة للدكتور علي سعد العبيدي وزير الصحة، الأرقام هي كالتالي 222 مصاب وأيضا 27 شهيد. صحيح. أسأل الله الشفاء للمصابين والرحمة للشهداء. نعم، الرقم اللي عندي أمانة هو 26 شهيدا. 26 شهيد. لأن منفذ العملية ليس بشهيد، إنما هذا يعتبر جبان خسيس دنيء لا يجوز أصلا أن نذكره ضمن أرقام المتوفين. لا شك بأن الدكتور علي أرقامه أدق من أرقامي، أنا تلقيتها وأنا داخل عليكم الهواء الآن. الرقم اللي وصل لي هو زيادة عدد المتوفين في مستشفى الصباح، كانوا استشهدوا 2 في مستشفى الصباح، للأسف انضم إليهم شهيد آخر، أصبحوا 3 شهداء، كذلك 4 شهداء في مستشفى مبارك، 3 شهداء في المستشفى الأميري، و16 شهيد في موقع الحادث، مجموعهم الإجمالي 26. طيب معالي الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح، كيف لمستم الإدانات الدولية؟ يعني ما هو بغريب ولا نستنكر، ما هو بغريب ولا نستنكر التفاعل الدولي مع بلد الإنسانية ويعني البلاد التي احتضنت الشعب يمتثل إلى أسمى درجات الرحمة والأخوة. فانهارت الاتصالات الشخصية والرسمية على كل المستويات. أنا حضرت اتصال تلقى سمو رئيس الوزراء من سمو رئيس الوزراء مملكة البحرين الشقيقة، وكذلك رئيس وزراء العراقي، وكذلك رئيس وزراء المصري. فهذه أنا حضرتهم يعني وكنت حاضر لما تلقى هذه الاتصالات. معي الأخ وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، تلقى اتصالات من نظراء في عدة دول. بالصدفة كنت مع معالي الأخ وزير الدفاع، نائب رئيس وزير الدفاع، الذي تلقى اتصال من وزير الدفاع الفرنسي الذي أدان واستنكر الحدث. ومن المفارقات بأن فرنسا اليوم كذلك شهدت عمل إرهابي خسيس ودنيء يتزامن مع ما بدر إلينا، ولكن يعني قيام وزير الدفاع الفرنسي الاتصال بنظيره الكويتي خير دلالة على مكانة الكويت ليس فقط بين الدول العربية والإسلامية لكن الدول الأجنبية. أنا على علم بأن السلطات الرسمية في بريطانيا وأمريكا ستصدر بيانات رئاسية خلال الساعات القادمة. كل هذا يعني مفاده بأن نجتمع جميعا بأن الإرهاب أمر مرفوض تماما، مثل ما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي يعني وبصورة معبرة. يعني طيب على مستوى شيخ محمد، يعني على مستوى دول الخليج، يعني مجلس التعاون الخليجي، نعلم أن هناك حادث مشابه لهذا الحادث وقع في المملكة العربية السعودية في مسجد القتيحي وأيضا مسجد العنود. يعني هل هناك تنسيق أمني
قريب او اتصالات بينكم وبين المملكه العربيه السعوديه؟ تأكيد بكل تاكيد، يعني فور وقوع الحادثتين او الحادثه الاولى في المملكه العربيه السعوديه كان في زيارات من الجهات المختصه في الكويت لاشقائهم في الرياض، وتبادل المعلومات امر مستمر وقائم. لكن مثل ما قلت قبل شوي، مثل هذه الاحداث يصعب على الأنظمة الأمنية منعها بالكامل، أمر يعني يمكن شفت أنت تصوير قبل شوي يعني وتداول بشكل كبير. نعم. دخول الخسيس الجبان إلى المسجد مطأطئا رأسه، يعني واضعا يديه على صدره. يعني أتمنى من الجميع أن يذكر هذه الصورة، ويعني ألا يترحم على هذا الشخص، لأن مثل هذا الشخص لا يجوز الرحمة عليه. أول ساعات الانفجار الذي وقع في مسجد الإمام الصادق بمنطقة صوابر مدينة الكويت، كانت هناك بأولى الساعات تواجد لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأيضا سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. يعني كيف تصف هذا المشهد ونعلم أن المكان خطر؟ يعني أنا بقول لك الآتي يا أخوك، وأنا أكلمك بصفتي يعني أتمنى أكون ابن بار لهذا الوطن ومواطن قبل أن أكون مسؤول. كيف لشعب ألا يكون فخور بمثل هذا القائد؟ كيف لشعب ألا يعني يحس بأقصى درجات الحمية والإعجاب؟ وهذا الأمر بهذا القائد اللي قاعد نراه الآن أمامنا، يعني وتواجد يعني في مكان خطر، وبعد وقوع الحادث بأقل من ساعة كذلك سمو ولي العهد، وهذا سمو ولي العهد أيضا، يعني ما بين إخوانه وأبناء رجال الداخلية ومن ثم سمو رئيس الوزراء. ولكن يعني نتحدث قليلا عن سيدي هذا صاحب السمو وسمو ولي العهد، هؤلاء الرموز، وكذلك سمو رئيس الوزراء، يعني هؤلاء الرموز اللي الكويتيين كلهم التفوا حولهم في أحلك الظروف، يشاركون أهلهم ليس فقط في الأفراح ولكن يتقدمونهم في مشاركتهم في الأحزان وفي المراحل والمواقف الخطرة. ويعني ولله الحمد نراها بالأفعال ليس بالأقوال. ما أذكر لحاكم أن يصل إلى موقع الحدث بهذه السرعة كما وصل سيد حضرة صاحب السمو، فهنيئا الكويت بهذا القائد، هنيئا الكويت بهذا القائد. معالي الشيخ، عسى الله يطول بعمره إن شاء الله، وعسى الله يقدرنا إحنا كشعب أن نكون على قدر التسامح والأخاء والمحبة اللي أعلم بأنه يراها فينا إن شاء الله. اللهم أمين. يعني توجيه رسالة أخيرة الشيخ محمد للمواطنين؟ اللي أقدر أقول أن اللهم احفظ الكويت من كل مكروه. أخواني وخواتي أعزائي، أعلموا بأن الحكومة بأجهزتها مجتمعة ساهرة لتوفير الأمن والأمان والرعاية الكريمة لكم ولذويكم. في النهاية نحن بشر، والبشر غير معصومين من الخطأ. أتمنى على الجميع أن نتضافر معا في مثل هذا الوقت لكي نبين لمن أراد أن يفتننا وأن يفرقنا وأن يزرع هذه الشارة بيننا بأننا أكبر وأقوى وأكثر شجاعة منهم. علينا أن نظهر المعدن الأصيل للشعب الكويتي الأصيل، وأن ننبذ مثل هذه الأعمال وهذه الفرقة، وأن نتضرع إلى الله عز وجل في الختام بالدعوة على شهدائنا، على أرواح شهداء الأبرار والصبر والسلوان لأهلهم، وأن يحمي الله الكويت من كل مكروه، وأن يشفي مرضانا وجرحانا جميعا إن شاء الله. خالص عزائنا لك معالي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، شكرا على حضورك معنا في هذه الظروف. شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدين الكرام، خالص العزاء وصادق المواساة لأهالي الضحايا وذويهم الذين استشهدوا بهذا الحادث، سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ الكويت الغالية وأهلها الأوفياء من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار، وأن يرد كيد المعتدين
إلى نحورهم.